مباراة حرس الحدود والسيراميكا في استاد الماكس بداية الأسبوع ال21 من بطولة الدوري الممتاز. نشوف كده المباراة مع بعض. المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 في استاد الماكس. حرس الحدود كابتن أحمد أيوب، لعب أحمد السعداني في حراسة المرمى، إبراهيم القاضي ومحمود بنوالي وحامد الجبري وأحمد شديد قناوي، محمد رضا، زيكو وفيليكس ومصطفى جمال وفالنتين أودو ومصطفى صبحي. دي يعني التشكيل اللي بدأ بيه حرس الحدود النهارده. في الناحيه الثانيه السيراميكا، كابتن معين الشعباني مدرب سيراميكا بدأ بمحمد بسام، سيف توقة ورجب نبيل، احمد رمضان بيكم ناحيه اليمين وشكري ناحيه الشمال، محمد عادل وتوني وفي نص الملعب ووايو اللاعب الافريقي. والثلاثي الهجومي النهارده للسيراميكا محمد عنتر واحمد ياسر ريان وميدو جابر كان غايب النهارده، محمد ابراهيم كان غايب عن عشان يحاول يكسب المباراه، لكن انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0. مصطفى زيكو لاعب الحرس هو افضل لاعب في المباراه رغم انتهاء المباراه بالتعادل السلبي. كده حرس الحدود 16 نقطه في المركز ال 16 اللي هو يعتبر الثالث من تحت، وفريق سيراميكا في المركز التاسع ب 25 نقطه زي ما قلت لكم.